فصول جريمة القرصنة التي أضافها صاحب الأوهام العثمانية إلى سجل إرهاب حزب الرجعية والظلم الذي يتزعمه تتضح فصولها ومعالمها، مؤكدة بالدليل القاطع دوسه على كل القيم والأخلاق وانتهاكه كل الاتفاقيات الدولية في سبيل فتح معارك وجبهات جديدة في حربه المفتوحة على الشعب السوري التي يديرها بالوكالة لحساب الناتو والصهيونية. مقاتلات قاطع الطرق الجوية اعترضت الطائرة السورية في الجو بطريقة عدوانية مستنسخة من أفعال القراصنة في البر والبحر لتعرضها للخطر ولتهدد طاقمها وحياة وسلامة ركابها المدنيين من الروسيين والسوريين بعدما اقتربت من الطائرة بشكل كبير. تصور اقتحام الطيارة السورية من قبل عناصر مسلحة تركية. لم يكتفي فريق أردوغان المتهور بما فعله في الجو، بل واصل مسلسل حماقاته وانتهاكاته على الأرض مستقدما مسلحين ملثمين لمواجهة مدنيين على متن الطائرة بينهم أطفال ونساء، فقاموا بإرهابهم واستعرضوا أمامهم وتعرضوا لبعضهم بالضرب والتقييد بعدما سطوا على جزء من حمولة الطائرة. مهندس الطائرة السورية بعد ما أهانوا الجيش التركي، جاي مجموعة من الجيش مسلحين حوالي 10.